مؤخرا كيتعتبر ضعف التركيز والانتباه سواء عند الاطفال ولا عند الكبار واحد الظاهره لجميع الاسر المغربيه والاسر عامه في العالم كتعاني منها هذا راجع لمجموعه من الاسباب وتبتات العلوم العصبيه الحديثه ان من اسباب الرئيسيه لضعف التركيز والانتباه هي تعرض للشاشات بساعات طويله هذا الشيء اللي كيخلي الوظائف التنفيذيه في دماغ الطفل كتضعف فاش كنتكلموا على الوظائف التنفيذيه فبساطة هي الذاكره العامله اللي كتخلي الطفل انه يركز مع الاستاذه ينتبه معها مده طويله وكذلك في الحياه اليوميه فاش كتسخروا الام ديالو او الاب ديالو او فاش كيحفظ فكيطلب منه مده طويله انه يكرر وفي الاخير كنلقاو ان الذاكره ديالو ما تسوعباتش فاش كنتكلموا كذلك على الوظائف التنفيذيه فكنتكلموا على المرونه المعرفيه يعني هذوك المعارف اللي تيعرف كيفاش يوظفوها في وضعيات مختلفة كانت تكلموا على لي كونترول انيبيتور يعني كيفاش انه يكبح هذاك الانتباه ديالو واخا يكونوا مشتتات فالتعرض ديال وليداتنا للشاشات وكيفاش كانت تكلموا على وليداتنا كانت تكلموا حتى على ان احنا الكبار لان كلنا ولينا سوستريس ولا عندنا واحد الضغط كبير انا كتحط المفاتيح ديالك اولا كتحط التليفون وكتنسى فين تحط فهادشي كله ناتج على هذاك التعرض ديالنا والمشاهده ديالنا للشاشات فهنايا فاش غنتكلموا على اننا نقصوا من ساعات التعرض ديال وليداتنا للشاشات فضروري خصنا نفكروا في بدائل من بين النصائح الاساسيه كاخصائيين في صعوبه التعلم وفي التاخر ديال الاطفال فكنشوفوا ان هاد الاطفال هادو فاش كيتعرضوا للشاشات هذا كيمنعهم انهم يتكون عندهم واحد الرصيد لغوي اللي كان كيتكون عندنا فاش كنا صغار فاش ما كانوا الشاشات بالتواصل مع الاباء ديالنا مع الجدات مع العائله مع الجيران كذلك كنلقاو عندهم ضعف في في المهارات الحس حركيه يعني الاصابع ديالهم ما مسش شي حاجه رطبه ما مسش شي حاجه قاصحه يعني ما تتمرنش هادشي اللي كيشكل مشكل في التواصل مشكل في الكتابه من بعد مشكل في التركيز مشكل في الحفظ كيف ما قلنا فما يمكننا اننا نحيدو هاد الشاشات وما لوليداتنا بدائل كحا سنتر حياه ادوكاسيون هذا الشيء فاش فكرنا باش اننا نعطيو الامهات بدائل وهاد الامهات اللي محتاجه للتحسيس أشنا هما اشنو غندير مع ولدي لا الشاشات لان اغلب الامهات خصوصا العاملات ما كيكونش عندها وقت وكذلك الاباء يعني كل شيء ما كيكونش عندهم وقت ف... تلقاو الحل هو اننا نعطيو داك التليفون للطفل خاصة إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة باش كي كنتهناو من واحد اللحظة مع العلم أن هذاك التليفون هذيك المدة غتزيد تفاقم المشكل اللي عنده فمن بين البدائل النصائح الاولى هو اننا نمنعوا عليه الهاتف على الاقل في ثلاثه الاوقات هاد ثلاثه الاوقات اللي كيكون التركيز ديالو عالي وكيكون انه قادر يتواصل معنا وقادرين اننا نستغل هاد الاوقات باش اننا نقدموا ليه بدائل اول وقت هو قبل 12 تاع النهار انتردي يعني نديروا واحد القانون منزلي او لا حتى في المربيات كنوجه لهم هنا رساله والاساتذه ان لي زيكرون مثلا الا بغينا نديروا عرض تاع فيديو من الاحسن قبل 12 نهار نتفاداو لان فهاد الوقيته قبل 12 النهار في الصباح كيكون الدماغ ديالنا مأهل انه يستقبل معلومات كثيره، ثاني وقت هو خلال الاكل، يعني خلال الاكل نصيحه للكبار والصغار اننا ما نشدوش لا لان هاد المشاهده ديالنا الهاتف ما كتخليش الجسم ديالنا كيتفاعل مع شنو كناكلو، ما تيخليش لي زونزيم يتفرزوا بطريقه سليمه، فهاد الشيء كيشكل لنا مشكل كيولي القولون العصبي كيولي عسر الهضم، يعني ما كتكونش ديك تحفيز ديال لي ديال الهضم ديال الامعاء ديالنا ثالث وقت هو قبل النوم يعني قبل النوم ساعتين على الاقل نمنع لا على الكبار وعلى الصغار باش نخليو فرصه ان الدماغ ديالنا يرجع للهدوء ديالو وهنايا كنعطيو الحوايج اللي قادرين انه بغينا الطفل يستوعبهم مثلا قران او لا حفظ ديال الارقام او لا حروف على حسب المستوى ديال الطفل البديل الاخر هو اننا ندخلوا العاب ومعينات للتركيز وهذا اللي فكرنا فيه فقمنا بتاليف كتب تفاعليه اللي كتهم الاطفال من ثلاث سنوات حتى 12 سنه للأم خصها تحطهم في المنزل في, أركان مختلفة مثلا في, في لاكويزين ونجر معايا أنه يدوق مذاقات مختلفة يلمس ملامس مختلفة يلمس البيض يلمس السكر أنه خشين يلمس ملامس مختلفة بالإضافة لهذه الوسائل اللي كتهم أنها كتمرر لنا أو كتحفز لنا مناطق مختلفة في الدماغ وكتخلي الطفل أنه ما كيملش أولا لأنها كتكون ممتعة وثانيا انه كنتاكدوا ان مناطق كثيره في الدماغ ديالو تخدمات اللي في غالب الاوقات ما كيت ما ليه فرص ان هذه المناطق تخدم فبالتالي كنتفادوا مجموعه من المشاكل اللي يقدر يواجهها داخل القسم وكيف ما ذكرت في الحياه اليوميه